بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد سامي من أكاديمية بي برو تريدر موقع بي بي تي ماركت. النهاردة إن شاء الله محاضرة جديدة من محاضرات سلسلة يوم الخميس للدورة التعليمية لبرمجة التيكر تشارت. عنوان المحاضرة بتاعتنا هو بلينجر باند ويدز. ده هو عبارة عن إيه المؤشر ده؟ المؤشر ده بيقيس المسافة ما بين الخط العلوي للبلينجر والخط السفلي للبلينجر، وبيكون ظاهر عندي بنفس الشكل ده. كل لما بيكون المؤشر ده بيوصل للقمة بيبقى ده معناه إن المسافة ما بين البولينجر العلوي والسفلي كبرت، ولما بيكون القيمة بتاعت المؤشر ده قربت للحد الأدنى للقيم بتاعته ده معناه ان المنطقة دي بيكون حصل فيها ضيق او اختناق للسحابة بتاعت البولينجر، وبيكون في اكشن بيحصل في الوقت ده. طيب عشان اعمل الاعمدة دي وابتدي ابينها كاعمدة وادخل تصفية او كده بعملها ازاي، بدخل هنا في استراتيجية فنية، هعمل عمود جديد هسميه الخط العلوي اللي هو بلينجر باند اب. ده مجرد بس ان انا هدخل هنا من الحقل هضيف البلينجر بتاعه كده، ده البلينجر باند الابر، ده هو ده نفسه وبالقيمة الاساسية بتاعته موافق. وهعمل ايه اضافة عمود تاني اللي هو البلينجر باند داون، بدخل هنا برضو بختاره ده موافق، وراح جاي عامل عمود ثالث بولينجر باند ميدل او اللي هو الخط الوسطي للبولينجر باند، موافق. كده في عندنا ثلاث أعمدة أساسية اللي هم بتوع البولينجر باند. أول ما أعمل موافق هلاقي تلات أعمدة ظهروا لي بالقيم بتاعتهم. أنا واقف دلوقتي على المؤشر العام، هلاقي هنا إن القيمة بتاعت البولينجر هتكون هي نفس القيمة اللي أنا حاسبها. يعني أنا لو جيت هنا وقفت هلاقي البولينجر اللي هو الأبر 7915، هلاقي هنا 7915 نفس القيم، وده الميدل وده اللور. الميدل ده مجرد إن هو بيكون فقط اللي هي اسمة الأعلى على الأدنى مجموعهم على 2، يعني بجمع الأبر زائد اللور وبعد كده الناتج بتاعهم بقسمه على 2 بيديني قيمة الميدل. طيب بالنسبة لقيمة المؤشر ده أحسبه إزاي؟ أول حاجة هعملها إن أنا باخد قيمة الأبر، تمام، أطرح قيمته من قيمة اللور، والناتج بتاعهم هقسمه على الميدل. طيب يعني دي علشان اعملها في عمود خاص ولا اعملها في استراتيجيه فنيه؟ في الحالتين مفيش اي مشكله، بس احنا ممكن نستخدم كذا تايم فريم، فيفضل ان احنا نعمل المجموعه دي كلها على فريم اليوم، وبعد كده ثلاث اعمده تانيين يكونوا خاصين بفريم الساعه، وبعد كده ادخل في عمود خاص اعمل اللي هو بولينجر باند ويدز، ده خاص بواحد باليوم وواحد تاني خاص بالساعه. فاللي انا هطبقه دلوقتي على اليوم سهل جدا تطبقوه نفس الشيء على فريم الساعه. فانا هدخل دلوقتي هنا على عمود خاص هسميه بولينجر باند ويدز، تمام، هروح جاي ضايف القيم اللي انا خدتها كلها بتاعتي بتاعت الاستراتيجيه الفنيه عشان اعمل العمليه الحسابيه. قبل ما ابدا اضيف القيم دي لازم اجهز الشكل بتاع العمليه الحسابيه بتاعتي نفسه. اول حاجه قلت هيكون في هنا قوسين، القوسين دول بيكونوا خاصين ب طرح قيمة الخط العلوي للبلينجر ناقص الخط السفلي للبلينجر. بعد كده الناتج ده هروح جاي قسمه على الميدل اللي هو الخط الوسطي للبلينجر. يعني انا هنا دلوقتي هروح جاي عامل حاجة وبعد كده اطرح منها حاجة تانية. هنا اللي على اليسار ده هيكون البلينجر باند اب، استراتيجية فنية ده بلينجر باند اب ناقص هنا البلينجر باند داون. تمام، واقسم الناتج النهائي بتاعها على الوسطي. ده كده قيمة العمود نفسه، اعمل موافق
هاجي هنا هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا لو جيت وقفت هنا عند المؤشر العام للسوق السعودي هلاقي ان اخر قيمه فعلا وصل لها هنا المؤشر هي 64%، وكذلك اي شركه تحت بتكون بنفس الطريقه. يبقى انا كده عملت 3 اعمده بيبينوا لي قيم البلينجر باند، وفي الاخر من الناتج من العمليه الحسابيه اللي انا عملتها في العمود الخاص وصلت للبلينجر باند ويدث. ده اقدر اعمل ترتيب لي بحسب اعلى قيم واكبر قيم ببتدي اشوف منها. يعني انا شايف كده ان ده قيم اعلى قيم بيكون البلينجر باند بتاعها عالي، لما باجي هنا بقرب بشوف القيم بتاعت البلينجر باند ويدث هنا الاقي دي اقل قيمه عندي، معناها ان هنا في ضيق وابتدى اقرب من الخط السفلي اللي هو باللون الاحمر. المفروض ان في اكشن هيحصل، يا اما صعود يا اما هبوط على حسب رؤيه المتداول، بس بيكون في اغلبها اكشن. يعني انا لو جيت هنا جبت المؤشر العام للسوق السعودي هلاقي في ان في كل لما الخط الاصفر ده بيقرب من المنطقه اللي هي اللي تحت او الخط الاحمر اللي تحت بلاقي في اكشن حصل. لو جيت مثلا هنا ده كده هلاقي في اكشن حصل، هنا في اكشن حصل برضو، لو جيت هنا في انفجار سعري حصل، هنا حرك كمان شوية هنا. بس هي دي فكرة اللي هي حساب البولينجر باند ويدث، واتمنى ان شاء الله تكون حضراتكم استفدتوا، واشوفكم على خير ان شاء الله في محاضرة جديدة من محاضرات يوم الخميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.